انتشر في الأيام اللي فاتت فيديوهات للفنان سيد زيان، والبعض افتكر إنها فيديوهات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ولكن بعد وقت قليل اتضح إنها فيديوهات لمواطن كويتي يشبه الفنان الراحل بشكل مش معقول، وده اللي خلى الفيديو حرفياً يحقق ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. ومن كتر انتشار الفيديو اتفاعلت معاه أسرة الفنان الراحل، فشفنا بنته إيمان سيد زيان وهي بتعمل شير للفيديو وهي بتكتب عليه بعض الكلمات في حب والدها الراحل، لدرجة إنها قالت إنها بتتمنى تشوف الشخص اللي في الفيديو على الحقيقة.